قسما بكل مدرج بدمائه، قسما بتراب الأرض ممزوجا دما، قسما بعزة شامنا وجلالها وجمالها، قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشآم بما أراد. يبدو أنك ضربت نفسك بعصاك. هذا ما رآه مراقبون في التفجيرات التي وقعت في منطقة الريحانية التركية وتسببت بقتل العشرات وجرح المئات من المواطنين الأبرياء، حيث حمل الشعب التركي أردوغان مسؤولية تلك التفجيرات، معتبرين إياه من درب وسلح وعلم تلك العصابات الإرهابية التي انتقلت الآن إلى داخل الأراضي التركية وراحت تمارس هواية القتل والإرهاب وسفك الدم بالشعب التركي. مما لا شك فيه هو أن أردوغان وبخطوة غير مستغربة سيلقي بالتهمة على سوريا، ثم يبحث عن الأدلة، يلقي بالتهم ويدين بلا دليل ولا إثبات، بالرغم من استنكار الحكومة السورية لهذا التفجير رسميا واعتباره عملا إجراميا بحق الشعب التركي. إلا أن أردوغان على ما يبدو لم يطلع على هذا الفيديو المصور الذي عرض على صفحات الانترنت بعد ساعات قليلة من تفجير الريحانية. الله أكبر، القصف على بلدة الريحاني، الله أكبر، الله أكبر. صيحات التكبير والتي اعتاد المشاهد على سماعها بالتزامن مع تفجير مآذن الجوامع في سوريا، والتي سمعها بالتزامن مع الاعتداء السافر الصهيوني على أراضي الجمهورية العربية السورية، يسمعها الآن مع تفجير الريحانية في تركيا في خطوة من العصابات الإرهابية تهدف لتشويه صورة الإسلام والاعتداء على كلمة الله أكبر. الله أكبر، القصف على بلدة الريحاني، الله أكبر، الله أكبر. لو أراد المشاهد أن يتساءل كيف علم من يصور هذا المشهد بالانفجار وما هي غايته من تصوير المشهد وإطلاق صيحة الله أكبر، لخرج الجواب من بين السطور وقال إن من يصور المشهد هو شريك في عملية التفجير، لا بل يعلم بتوقيتها ومكانها ويعلم ما يقول ومن يتهم. والمهم في كل هذا هو أن الانفجارات في تركيا لم تتوقف على السيارات المفخخة، بل انفجر الشارع التركي غضبا بوجه أردوغان ووزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، غضبا ملأ الشوارع التركية فيما العالم ينتظر الانفجار الأكبر الذي سيقلع حكومة حزب العدالة والتنمية من قبل الشعب التركي. قسما بصادق وعدنا بطول الصبر أفرغه علينا الله، أودع في ضمائرنا وأجرى في سواعدنا من سر أسماء له معنى العزيز المقتدر. قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشام بما أراد، قسما بذاك ونحن الصادقون